يوم من الأيام سأل موسى عليه السلام ربه سؤال، قال: يا رب أرني رفيقي في الجنة. موسى عليه السلام يريد أن يرى من سيرافقه في الجنة. قال الله عز وجل: يا موسى، يمر عليك الآن رجل هو رفيقك في الجنة، انتظر موسى عليه السلام. فدخل رجل فتبعه موسى عليه السلام، وإذا بهذا الرجل قد دخل بيت قديم. داخل هذا البيت امرأة عجوز كبيرة في السن. دخل عليها هذا الرجل فقبل رأسها، ثم أشعل لها النار وبدأ بطهي الطعام. ولما انتهى من الطعام بدأ يطعم هذه المرأة بيده، يطعم هذه المرأة بيده. فلما انتهى نظفها ونظف لها بيتها ورتبه، ثم بعد ذلك سلم عليها ودخل. فتبعه موسى عليه السلام. قال موسى للرجل: يا رجل، من هذه المرأة التي سمعت لها ما صنعت؟ قال الرجل: واسمع ماذا قال. اسمع يا من قصرت في حق أمك، اسمع يا من لم تبتسم في وجهها منذ سنين، اسمع يا من عققتها، اسمع يا من رفعت صوتك عليها، اسمع أخي واسمعي أختي. قال الرجل: إنها أمي. قال موسى: أمك؟ قال: نعم، إنها أمي. قال موسى عليه السلام: هل تدعو لك أمك بدعاء؟ يعني هل تخصص لك أمك دعاء؟ قال: نعم، لا تدعو لي إلا بدعاء واحد. قال: ما هذا الدعاء؟ قال: لا تقول إلا، اسمع ماذا تقول، تقول: اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. يا الله، اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. قال موسى عليه السلام: أبشر، فلقد استجاب الله دعاء أمك، وها أنا موسى بن عمران. يا من أغضبت أمك اسمع، يا من عققتها اسمع، لن ترى نور من نور الجنة إلا بنور قلب أمك. إذا أهديت إنسان هدية فإن أمك أولى بالهدايا. إذا ابتسمت في وجه أي إنسان على الأرض فأمك أولى بالابتسامة. إذا أحسنت إلى أي مخلوق في الدنيا فإن أمك أولى بالإحسان. أمك أولى بالابتسامة، قلب أمك أولى أن ترمي قلبك في أحضانها. أمك ثم أمك ثم أمك، إذا أردت أن تبتغي جنة عرضها السماوات.